الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكملين في شرح مادة التواصل اللي بالشابتر الرابع اللي بيحكي لي عن الكلينيكال كوميونيكيشن سكيلز اللي هي البروفيشنال كوميونيكيشن بيهيفير، المهارات الشخصية الأساسية لازم تكون موجودة عند مهنية الرعاية الصحية. بداية في أول سلايد بيحكي لي البروفيشنال كوميونيكيشن سكيلز: Any healthcare professional must have effective interpersonal skills. لازم يكون عنده مهارات شخصية فعالة، تمام، ومهنية عالية. In order to have successful interaction with other people. حتى يكون في عندي تواصل ناجح وفعال مع الآخرين. Essential interpersonal skills for a healthcare professional. بيحكي المهارات الشخصية الأساسية لمهنية الرعاية الصحية. أول وحدة هم سبعة. أول واحدة راح تحكي عن البولايت اند دبلوماسي اللي هي اللباقة والدبلوماسية، إنك تحكي في طريقة مهذبة، يعني بتحكي مع شخص أنت على خلاف معه لكن بدك تخبره بطريقة مهذبة ودبلوماسية إنه مثلا هو إذا كان كلامه غلط، تمام. على سبيل المثال زميلك بالشغل بيحكي عن زميل ثاني كثير، تمام، فأنت كيف بدك تطلع حالك من هذا الموقف بدون ما تأذي اللي بقاعد بيحكي؟ بتقول له هذا الاشي مش من مهم انه انا اعرفه، يعني انا بالاخر ما الي دخل في هذا الموضوع، وعلي اني اهتم بمرضاي، ومن بعد اذنك لازم اروح. هاي انك كيف تطلع بطريقة مهذبة ودبلوماسية. الكورتسي اند ريسبكت اللي هي المجاملة او الاحترام او اللباقة والاحترام. الكورتسي show consideration for other people's feelings and needs. بحكي لي انك تظهر الاهتمام بمشاعر الاخرين واحتياجاتهم، وبحكي لي بيعد جزء مهم من اتباع أداة العمل أو آداب العمل الجيدة اللي هي الكورتسي. على سبيل المثال إنك تفسح المجال للطاولة في مثلا محطة التمريض اللي هي بتكون ريسبشن، خلينا نحكي عنه زي لما تفوت على المستشفى بكون في ريسبشن بكل قسم، مثلا أنت في قسم الباطنية في هناك ريسبشن أو محطة، تمام، ستيشن فقط مختص للممرضين. مثلا انت بتشيل الطاولة بس عشان الممرض الثاني يعرف يقعد يكتب ملاحظاته بشكل مناسب ومريح. هذه هي الكورتسي، تمام. او اذا كان سؤال المريض اذا كان بيحتاج لاشي اثناء انتظار الفحص، لما هو بينتظر الفحص بتسأله بدك اشي ثاني الى اخره. او كمان مثلا بدك تعطي بطانية لمريض لانه بيبدو عليه انه بارد اثناء جلوسه على كرسي متحرك اللي هي الويلتشير. حكينا على الكورتسي، هسه اللي نيجي للريسبكت الاحترام، انك تظهر انك بتقدر لهذا الشخص وبتهتم فيه. بحكي لك لما يشعر الاخرون بانك تحترمهم فانهم بيشعروا بانهم مهمين بالنسبه لك، تمام، من خلال منحهم الاهتمام الكامل لما انت تتعامل معهم. اللي اخذناهم قبل شوي هذول ممكن انت تقوم فيهم بشكل لفظي او غير لفظي. نون فيربال بشكل غير لفظي ممكن انت تصافح ايديهم، تمام، طبعا ما ننسى التعقيمات، هذا اشي مهم واساسي، الحفاظ على وضعية جيدة تجاههم لما يتحدثوا معك، حكينا عنهم في الشبات الماضية، ونوجههم بتواصل بصري مناسب اي كونتاكت، تمام. بشكل فيربال بشكل شفهي ممكن تستخدم اللقب المناسب لما تتحدث معهم، مثلا هو بيعجب لقب معين انت لازم تحكي معه بهذا اللقب او تحكي باسمه الطبيعي. التعاطف اللي هي الامباثي اللي حكينا عنها بالشابتر الماضي، اللي بيحكي لي انك تظهر ما اللي بتفهم، او نعيد من اول جديد، اظهار انك تفهم ما بيشعر فيه الشخص الاخر لحد اللي بيشعر فيه، يعني تحط حالك محله وتشعر بايش هو بيشعر، تمام. التعاطف الامباثي imply that you are care، انك تعطف بيعني لهم انك انت مهتم. تظهر تعاطفك مع زميلك من خلال اظهارك له انك تستمع بعناية للي بيحكي فيه، وانك تبذل قصارى جهدك لحتى تفهمه. ممكن كمان تكون صبور من خلال اظهار انك تدفع لهم الاهتمام بكل ما هم قاعدين يحاولوا يوصلوا الفكرة برسالة لك، وتعيد صياغة اللي قالوه بفعالية. جينيونس لما ترجموها بالعربي بيطلع معك عدة تعريفات، لكن أهمها أو اللي بيشمل هذا التعريف اللي هو الصدق أو الأصالة، تمام. بيحكي لي إنك تكون بشكل كامل، يعني إنك تحكي إنك تكون
نفسك تتعامل مع المريض بشكل كامل وتكون منفتح وصادق تماما في أقوالك وأفعالك. تمام؟ College sense your genuineness. زميلك بيشعر بصدقك لما تظهر له اهتمامك بالعمل اللي بتقوم فيه وأنك مهتم بقدرتهم على القيام بعملهم. The patient feel your genuineness when بيشعر المريض بصدقه لما تظهر لهم اللباقة، حكينا عنها الكورتسي والاحترام الريسبكت والإمباثي التعاطف، وتظهر لهم بأنك تبذل قصارى جهدك لحتى تخدمهم وتلبي احتياجاتهم. الجينونس كمان انك تكون برضو على طبيعتك. appropriate self disclosure بيحكي لي الافصاح الذاتي المناسب، بشكل مختصر انك تحكي عن حالك لغاية معينة ولحد معقول. لازم تكون حذر ومدروس بشأن متى وكيف تسوي الافصاح الذاتي هذا. تمام؟ متى ممكن تروي رواية؟ في عندي عدة أمور لازم نتجنبهم. أول واحدة إنك تروي قصة عن حالك بس عشان بدك تحكي عن حالك. ثاني شغلة إنك تروي قصة ما بتتعلق فيك ولا بتتعلق بشخص ما بيعرف المريض. ثالث شغلة إنك تزيد التركيز بأي شكل من الأشكال من المريض. هكذا بتحكي عن حالك، تفصل عن ذاتك لغاية معينة ولحد معقول. وهنا بحكي لي عن الحزم مقابل العدوانية. تمام؟ الحزم انك تكون حازم. كيف يعني؟ انك تكون قادر على التعبير عن افكارك وارائك ومشاعرك بشكل مريح وواثق. تمام؟ مع احترام افكار واراء مشاعر الاخرين. يعني مادام في انت اشي عندك صح ومتأكد انه صح، انت بتدافع عنه لانه صح، لكن بطريقة مناسبة. حكينا بتدافع عن اللي بتأمن فيه دون ان تشعر بالقلق بشأن ما بيعتقده الآخرين. زي مثال بسيط على الإسلام، هذا مثال بسيط جدا. نيجي هسه لمهارات واستراتيجيات التواصل الفعال، التواصل العلاجي الفعال. في عندي مهارات واستراتيجيات. المهارات منها نكون صامتين مع المريض لحتى نفهم إيش بده يحكي. تمام؟ لا يكون تواصلنا حكمي، يعني زي إصدار أوامر، ونظهر القبول للي بيحكي المريض، وبنعترف بالتغييرات والتحسينات الإيجابية في أي مجال بتعلق بقضيتهم، بالحالة تاعتهم، في الكيس تاعتهم. برضو من المهارات والاستراتيجيات في التواصل العلاجي الفعال إنك تقدم نفسك بشكل احترافي، offering yourself professionally. ثاني واحدة انك تفتح باب الحديث للمريض عن طريق، حكينا الاوبن اندد كويشن على سبيل المثال. ثالث واحدة leading the discussion، قيادة المناقشة. رابع واحدة ابداء الملاحظات دون اصدار اي احكام. خامس واحدة اللي هي encouraging communication، هي تشجيع التواصل بينك وبينه. سادس واحدة اللي هي اعادة الصياغ، ايش هو فهم وانا ايش فهمت. حواجز الطرق امام التواصل العلاجي اللي هي الرود بلوكس to therapeutic communication، انك انت كيف خلص توقف الكوميونيكيشن بينك وبينه لانه بدك توفر وقت. اول واحدة providing easy resonance اللي هي توفير الطمأنينة بشكل سهل. ثاني واحدة انك تقلل مشاعر المريض، انك تخفف عليه وتخفف قلقه. ثالث واحدة ورابع واحدة بنفس المعنى تقريبا اللي هي موافقة وعدم الموافقة. خامس واحدة اللي هي تقديم النصيحة الخاصة فيك لإلا المريض. تمام؟ لكن حكينا لحد معقول وداخل ولغاية ما غاية معينة. سادس واحدة الدعاء، أو ممكن تحكي البراينج، لما ما يرغب المريض في مناقشة مشاعره أو حالته. زي على السريع احنا في المستشفى، الله يهديك يا زلمة، الله يرضيك، اللي هو هذا الكلام. سابع واحدة اللي هي becoming defensive، اللي هي اتخاذ موقف دفاعي في حال انه تعرض لك المريض. انجاز الديماندينج ذات ذا بيشنت اكسبلين ذير بيهافير، مطالبة المريض بيشرح سلوكه. بمثال بسيط بيحكي لي انه بيشعر مريض او انه بيعاني من التهاب مسالك بولية اللي هي اليو تي اي بالإهانة الشديدة من قبل طبيب الرعاية الصحية، لم يستجيب نتائج الثقافة الإيجابية. زي ما بقول له هذا ويل ذات اكسبلين ذات اتشينج، هذا بفسر الحكة. بدل ما نحكي هذا الاشي ونتجنب
الإهانة أو الإحراج نحكي له، أو مش احنا نحكي له، مقدم الرعاية الصحية للمريض بحكي له النتائج اللي طلعت معنا بتأكد شكوكنا بأنه هذا السبب في الأعراض الموجودة عندك. في البيشنت بيهيفير، حالات سلوك المريض، في عندي ان افكتيف كوبينج بيهيفير، سلوكيات تأقلم غير فعالة، زي أول واحدة اللي هي كومبنسيشن اللي هي التعويض، انك تعوض الضعف في مجال ما عن طريق اكتساب القوة في مجال ثاني. ثاني واحدة اللي هي دينيال اوف كيس، رفض القضية. ثالث واحدة الانفصال، انك تفصل مشاعرك عن الحدث الموجود. رابع واحدة اللي هي تقليد السلوك. خامس واحدة انه المريض بيكون عندي غاضب، فلما يجي مقدم الرعاية الصحية بيحكي له انت معصب علي. هاي حالات راح نواجهها كثير في المستشفيات. سادس واحدة انه يقعد يبرر تبرير. سابع واحدة انه ما يمثل مشاعره بشكل كامل ويخبيهم. اخر واحدة اللي هي ريبريسيشن، اللي هي اخفاء الافكار الغير مريحة دون وعي. تمام، احنا لسه بالبيشنت بيهيفير، هي سلوكيات المريض، منها الانجري او الانجري بيشنت اللي هي المرضى الغاضبين. نتعلم كيفية التعرف على الغضب، stay calm، تبقى هادئ في تعاملك معه وتظل مركز على المريض. راح احكيهم بشكل سريع وعربي عشان هذول شغل فلسفه وقراءه ذاتيه. نستخدم مهارات التواصل الغير لفظي المناسب في الموقف، نقاوم الرغبه في الدفاع عن نفسنا، نشجع المريض على انه يكون محدد وكلامه سبيسيفيك، بنعرض وجهه نظرنا على المريض بكل هدوء وحزم، نتاكد من الوفاء الكامل باي وعود للمريض، وبنسال اذا كان المريض يحتاج لبضع دقائق انه يقعد لحاله لحتى يجمع افكاره ويجمع نفسه، وبنترك الغرفه. باخر خطوه بنترك الغرفه على الفور اذا كان المريض او اصبح المريض عنيف. تمام، المرضى اللي بيكونوا قلقين على حالهم، اول شيء ايدنتيفاي سايز اور اوف انكزايتي اللي هي تحديد علامات القلق، نعترف بقلق المريض، بنستخدم التواصل غير اللفظي المناسب، بنحدد مصادر القلق، نتأكد من أن المريض مرتاح قبل ما نغادر، نحدد أنواع الدعم اللي بيحصل عليها المريض، نخلق بيئة أو مناخ من الدفء والقبول والثقة، السيطرة على قلقك كمان، control your own anxiety، ما نقلل أبدا من قلق المريض أو مشاعره، بنساعد المريض على التعامل مع قلقه، وبنبلغ الطبيب بقلق المريض. يلي بيعرف كم قلق حكيت له خلاط مونينكس. نيجي هسه للكوميونيكيشن مع ناس غير البيشنتس. مين هون بيحكيني؟ مع فريق الرعاية الصحية وزميلك هيلث كير تيم اند كوليج. بيحكيني نستخدم دائما وسيلة مناسبة للتواصل مع زملاء العمل، always use appropriate means of communication with co-workers. ثاني واحدة، الموقف المناسب هو الموقف الحازم ومش العدواني أو العنيف. ثالث وحدة، نختار دائما الوقت والمكان المناسب لنتواصل معهم، مش بنص الممر في القسم قاعدين نحكي مع بعض وبنعلي صوتنا وبنضحك وبنشرب قهوة وبندخن براحتنا. أبدا هذا غلط. وبآخر سلايد بحكي لي برضو عن التواصل، لكن هذا مع السوبرفايزر اللي هو المشرف الخاص فينا. التواصل مع أعضاء آخرين في فريق الرعاية الصحية اللي هو السوبرفايزر. اول واحد بنبقى المشرفين على اطلاع، ما نتصرف من عند راسنا، keep supervisor informed. ثاني واحدة ask question، نطرح اسئلة حول اي حالة عنا او مريض عنا، او مثلا سؤال عن نفسه لحتى نستفيد من الخبرة مثلا. ثالث واحدة اللي minimize interruption of your supervisor's time، منقلل مقاطعة المشرفين، منقلل وقت مقاطعة المشرفين، مش كل شوي نقاطعهم، مش كل شوي نروح لهم في أوقات محددة. ورابع واحدة اللي هي شو، نظهر المبادرات اللي عنا. لهون بكون شرحت شابتر الكلينيكال كوميونيكيشن، وأتمنى أن يكون وفقت بشرح هذا الشابتر ووصلت الفكرة بقدر الإمكان. يعطيكم ألف عافية يا رب.